بيقيس الطاقه يروح واخد عامل امباليه خلاص ينط كده حته ويروح راجع تاني ينط ويرجع تاني ما بيقدرش يوصل الكوندكشن بان مهما ترفع درجه حراره الماده لغايه ما تتحرق ما بيوصلش كهرباء خلاص كده يعمل امباليه طب يعمل ايه بقى يحاول يطلع ما بينزلش تاني خلاص ما بيقدرش يوصل الكوندكشن بان خلاص اتفقنا طيب تعالوا بقى نكمل كلامنا الجميل ده نرجع مرجونا لانواع البوندنج بقى بصوا بقى الكلام الحلو اجر خط كده الهيدروجين بوند والفاندر فال الهيدروجين بوند والفاندر فال دول ويك بوند يعني البوند الرابطه بتاعتهم ضعيفه وبتتكسر بسهوله طيب الميتاليك بوند والكوفيلنت والايونيك دول مالهم سترونج حلوه التقسيمه دي طيب نيجي بعديها اهو هجر خط تاني راح جايب بقى لون ازرق الايونيك بوند دي بتحصل فين وزين في الموليكولز مش هكتب وزين بقى واعمل عليكم بفهم انجلش خلاص يبقى بيحصل في الموليكول موليكول يعني ايه اتوم جنب اتوم جنب اتوم جنب اتوم مربوطين بعض بالايه بالايونيك بوند خلاص هنا برضو بتحصل في الموليكول هنا في الميتاليك من اسمها بتحصل في الميتالز وفهمنا يعني ايه ميتالز عشان كده انا شرحت الحته دي الاول دي بتحصل في الميتالز دي الفاندر فال بتحصل بتوين التو اتوم ذرتين مش ما بين اتنين موليكول ما بين ذرتين اما الهيدروجين بوند بتحصل ما بين الميتال اند نون ميتال واحده 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 تاني واحده واحده تاني ايه هي اتومز يعني ايه يعني جزيء ما هو انت لو مسكت لي اتومز جنب بعض هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك عبيط؟ ماسكه الاتومز عشان تكون موليكول ما انا عشان كده كنت هكتب لك وزين الموليكول داخل الموليكول هي اللي رابطه الذرات ببعض زي ما انت بتقول خلاص؟ يبقى والله لا اكتبها لك عشان انت بدري ماشي يا محمود يبقى هو وزين وهنا وزين يبقى الايونيك والكوفيلنت بتحصل داخل الموليكول زي اللي بتربط الاتومز ببعض ماشي كده طيب الميتاليك بتحصل فين في الميتال والفاندر فال هقول لكم دلوقتي ليه ما بين تو اتومز بس يعني هتفهموها والهيدروجين ما بين الميتال والنون ميتال بصوا بقى عايزين امثله عشان نفهم بعض صح بصوا بقى ركزوا وسيبوا القلم خالص عشان دي مهمه الايونيك سوري نبتدي الايونيك الاول اهو في الايونيك انا عندي مثلا اهو عندي ذره فيها 3 الكترون وعندي ذره ثانيه زي الهيدروجين فيها 1 الكترون ده يعمل ايه عشان يرتاح المدار الاولاني بيتملي باثنين او بيرتاح عند اثنين فتلاقي ان ده فقد الكترون وده اكتسب الكترون خلاص فده هيبقى ايون موجب اهو ده هيبقى بوزيتيف ايون ويبقى عنده 2 الكترونز بس وهيروح مدي الالكترون ده للاستاذ الغلبان ده والتاني قبل على نفسه الكترون يبقى نيجاتيف ايون وهيبقى هنا ايه